السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم في الله سليمان معوض الديب على قناة سليمان معوض. هنبدأ بإذن الله النهاردة نعمل توتوريال مختلفة، هنعمل التوتوريال دي بإذن الله، لكن أنا عايز أعرفك في البداية إن دي عبارة عن صورة أنا مستخرجها من الجهاز بتاعي بعد ما عملت ريندر، وهقول لك في الآخر أنا عملت ريندر بالبرنامج إيه وليه أنا عملت بالبرنامج ده وهكذا. بإذن الله دي هتكون حاجة كده ايه ليك في اخر الفيديو. نبدأ بقى في البارت اللي احنا عايزين نعمله اصلا، وهو البارت ده زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات بتاع كوباية العصير، لو ما كنتش اتفرجت عليه هتلاقيه في القناة، يا ريت تبقى تتفرج عليه، ويا ريت تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. بإذن الله شغالين الفترة الجاية على مجموعة توريز محترمة ومجموعة أوامر بإذن الله هتكون مفيدة جدا وفيها أوامر أدفانسد وتقيلة. فبإذن الله أتمنى الفيديو ده والفيديو اللي فات والفيديوهات اللي جاية تعجب حضراتكم. نبدأ بقى في التوتوريال بتاعتنا. أنا دلوقتي عايز أعمل حاجة زي ديت، فأنا كراجل بتاع تصميم منتجات بفكر في المنتج بتاعي إزاي. والله أنا أي حاجة أو أي منتج قصادي عيني بتلقطه على إنه إما كيرف او خط، فبالتالي انا البايب دي لو احنا افترضنا ان كل واحدة من ديت هي عبارة عن بايب او ماسورة، فهفرض ان ده خط معمول خط ماشي على او كيرف ماشي عليه دايرة، وده كذلك وده كذلك وده كذلك، والاربعة متقاطعين مع بعض. والسكتش ده هو عبارة عن او الفيتشر دي عبارة عن ايه، عبارة عن خط او مجموعة خطوط وكيرفات زي ما موجودة بالظبط كده، ومعمول لها اكسترود او سمك بمسافة معينة، وده فيلت هنعمله في الاخر ولا كأنك شفته تمام. والبادي ده لو احنا افترضنا بقى ان احنا عملنا الجزء ده بس وسميناه بادي، فهو معمول متكرر هو حوالين الخط ده او حوالين المحور ده. فبالتالي لما نيجي نرسم حاجة زي دي اول حاجة هنروح نعمل فايل جديد، ومعلش ما تنساش كل مرة تعمل سيف، مثلا هتعمل سيف للبارت ده هتكتب مثلا باي تيست 0 مثلا اي حاجة، والمكان اللي انت هتعملها فيه خليه في الديسك توب مفيش اي مشاكل. فانت حفظت بحيث ان لو في اي حاجة الجهاز هنج او اي حاجة وانت واي حاجة حصلت في البرنامج وانت بتعمل التوتوريال تقدر ترجع لها تاني لو انت عملت سيف عند اخر امر انت عملته. فنبدأ بسم الله في التوتوريال بتاعتنا. هنرسم اول سكتش في التوب اللي هو السكتش ده اللي هو السكتش ده، وبعدين نعمل له اكسترود، وبعدين نكرره 3 مرات. فاحنا هنيجي ونعمل مثلا سنتر لاين مايل ب60 درجة. ركز معايا في الخطوة دي، انا هعمل كده وهروح عند بداية الخط هيظهر 4 اسهم، اختار سهم من ده يطلع لي عايز احط الزاوية، انا هخلي الزاوية 60 درجة، وبعدين اعمل سنتر لاين تاني عفوا اعمل سنتر لاين تاني بالشكل ده، واحط ما بين السنتر لاين ده كنترول، السنتر لاين ده علاقة بيربنديكولار، وبعدين اعمل دايرة بالشكل ده ودايرة تانية بالشكل ده، أطول الخط ده شوية وأطول الخط ده شوية، وأعمل الدايمنشنز بتاعتي هحط دي مثلا ب80 ودي ب30 والدايرة دي كنترول الخط ده بينهما كونسيدنت كده. بص أقدر أحرك الدايرة على الخط، طبعا في هنا علاقة اتحطت غصب عني فانا همسحها
وبعدين احط بعد من هنا لهنا ب 30 مثلا، عفوا انا دلوقتي عاوز الدايرة دي تمام كده، احط البعد بتاعي من هنا لهنا بمسافة 30، 30 صغيرة جدا، خليها مثلا 60، خليها مثلا 70. انا عايزك تبقى ايه يعني، تاخد وتدي مع التوتوريالز، مش عايزك ايه تقفش معاها يعني، على حسب البعد اللي انت عايزه وبالاحساس بتاعك، ظبط انت ابعادك مع نفسك وظبط دنيتك. لو احنا انا شايف ان الدايرة دي صغيرة جدا، فنخليها مثلا 50، وبعدين نعمل من السكتش هنعمل ميرور للدايرة دي حوالين السنتر لاين ده، برضو الدايرة دي انا عايز اكبرها شوية، خليها 100، وخلي المسافة دي 80، وبعدين هعمل لاين من هنا لهنا، ولاين تاني من هنا لهنا، وهعمل الخط ده والدايرة دي بينهما تانجنت، والخط ده والدايرة دي بينهما تانجنت، وهكذا برضو هنا وهنا برضو، وبعدين أعمل ميرور لده ولده حوالين ده. عايز برضو أبدأ أظبط الجسم بتاعي علشان يبقى كويس، فأنا هخلي ده مثلا 110، 120، تمام ماشي، نخلي ده مثلا 55، تمام أوي، حلو أوي، خلي ده 85، تمام. وبعدين هعمل تريم، هعمل تريم بالشكل ده، خلاص. لسه برضو عايز انا اقطع الشكل ده وده وده كده، تمام. وهاجي اعمل دايرة هنا ودايرة هنا ودايرة هنا، احط ان الدايرة دي كنترول الدايرة دي متساويين في القطر، واحط البعد بتاعها خليه مثلا 25، والبعد بتاع الدايرة دي خليه 70. انا كده شايف ان كده تمام، فانا هطلع من السكتش واروح للفيتشر اعمل اكسترود بمقدار 10، مفيش اي مشاكل. عملت حاجة زي دي كده، حاجة بسيطة وجميلة جدا، انا ممكن اعدل فيها برضو عادي بكل بساطة، لو انا حبيت اعدل فيها اروح للسكتش بتاعي واعدل وما فيش اي حاجة هتبوظ وكله هيبقى زي الفل. لو مثلا دي تعالى كده نخليها 130، تمام على الله، يلا بينا. عملت حاجة زي دي كده، فانا المفروض بقى هنتعلم امر بقى بعد كده كل ده. بص انا عملت امر واحد بس، فهنتعلم بقى امر كويس جدا بعد الخطوة دي، الا وهو ان انا عايز اعمل لينر باترن. اللينر باترن بيتطلب ان انا احدد خط البادي بتاعي او الفيتشر هيمشي على عليه، او هيمشي على يعني هيمشي موازي ليه، فبالتالي هعوز اعمل سكتش عليه خط، لان انا ما عنديش غير البارت ده، فبالتالي لازم أنا اعمل سكتش الاول. فانا مثلا لو اخترت التوب تاني وعملت خط كده، اي خط المهم يكون افقي وخلاص، تمام. وبعدين هعمل الاتي، هروح عند اللينر باترن، هختار ان الدايركشن ده بتاعي، وهختار في الفيتشر اند فيس، طبعا انا عاوز اختار البادي كله، اختار البادي كله اهوت، وبعدين هعمل ريفرس من هنا من هنا من هنا كده، اعمل ريفرس، خلي المسافة ما بينهم مثلا 200، 200 تقريبا، حلوة مش وحشة، وهكررها يعني. بص هي
هكررها 3 مرات يعني هكتب هنا 4، لو هكررها 5 مرات هكتب هنا ايه، لو مثلا هكررها، لو يعني مثلا مجموعهم كلك بيها باللي انا هكررها هيساوي 4، تمام. وبعدين هعمل ده هيدن عشان ابقى ماشي كده تمام. لو انا عامل ده الايزومتري بتاعي فانا كده عملت اول ستيب، عبارة عن خطوتين يعني اكسترود والسكتش ده علشان امشي عليه اللينر باترن والباترن او اللينر باترن بتاعي. الخطوة اللي بعد كده في البارت بتاعي انا عايز اعمل الجزء ده، فلو نظرنا برضو بقى بنظرة المصمم هتلاقي ان البارت ده معمول على مسافة من الجزء ده بمسافة معينة. فالأهم حاجة أروح أعملها بقى إن أنا هعمل بلين في الحتة دي علشان أرسم عليه سكتش وأعمل له بإكسترود بالحروف أو بالخطوط والكيرفز بتاعة السكتش ده. فبالتالي هروح أعمل فعلا اللي أنا قلت لك عليه ده. هروح أول حاجة هعملها المفروض بقى إن أنا أروح أعمل بلين موازي لإيه؟ للفرونت. فبالتالي هروح عند البلين اختار ريفرنس جيومتري بلين، وبعدين هروح من التري بتاعتي اختار الفرونت، وبعدين هعمل انا عايزه الناحية التانية اعمل فليب، وعايز المسافة بتاعته مثلا 350، ممكن نبقى نعدل فيها بعد كده لو لقينا مثلا نخليها 400، مفيش اي مشاكل. التعديل ده سهل جدا، سوليد فليكسيبل معاك. فانا عملت بلين، بعد ما عملت بلين هروح اعمل عليه سكتش، عايز اهيئ الدنيا بقى بحيث ان انا لما اعمل البارت بتاعي اللي فوق يجي مظبوط. فبالتالي هعمل الاتي، هروح اعمل سنتر لاين ما بين النقطة دي والنقطة دي، وبعدين برضو في هنا مشكلة ان البرط مش راضي يجي بالظبط، مفيش مشاكل. انا ممكن اعمل ايه، هعمل الاتي اشتغل دي طبعا واشتغل دي، هقول النقطة دي والجسم ده، النقطة دي الخط ده بينهم ابيرز، ما جاتش مفيش مشاكل، احنا مع بعض اهوت، وكويس ان ده بيحصل يعني. والخط ده النقطة دي والخط ده بينهما كوانسيدنت، يعني ماشي. انا كده ثبتها الى حد ما، وبرضو هنا كذلك النقطة دي والخط ده بينهما كونسيدنت، أو النقطة دي والخط ده بينهما كونسيدنت. أنا كده ثبتها برضو، تعالى كده برضو نمسح دي، طيب. بص أنا بقى هتحايل عليه يعني كويس. بص انا على فكره انا عملت التوتوريال دي قبل، يعني قبل ما اعمل ما صور الفيديو، لكن ما حصلش معايا كده، بس مفيش مشاكل، كويس ان كده حصل. انا بقى هقدر عايز اتحايل مع الموضوع، فهعمل ايه، هطلع وبعدين كاني ما رسمتش السكتش ده هطلعها لفوق كده، هطلع البار ده لفوق، وبعدين هعمل على هاجي ارسم في اعمل 3 دي سكتش كده، وهرسم بوينت، هرسم بوينت هنا كده تمام، وهرسم بوينت هنا كده، تمام. واطلع من السكتش، وبعدين اطلع بقى السكتش بتاعي واروح ارسم عليه الخط بتاعي، الخط هيبقى النقطة دي والنقطة دي ما بينهم كونسونانت، النقطة دي والنقطة دي اللي أنا لسه راسمها ما بينهم كونسيدنت.
كده بقى الشكل فولي ديفايند. بص بقى اللي انا بسعى له اصلا بعمل ده ليه. هاجي راسم خط كده ومحوله ل فول كونستراكشن، يعني هحوله لنوع خط مش كامل، يعني خط سنترال لاين. وبعدين هروح ارسم مثلث هنا، عدد الاضلع بتاعته في 3 وده السنتر بتاعه، وهعمل كده تمام. والنقطة دي والنقطة دي فيرتيكال، و الدايمنشنز بتاعته خليها مثلا 120، عاوزين نشوفها خليها مثلا 150. الغرض من الفكتوريا اللي انا بعدل في الابعاد، اقدر اعدل في الابعاد زي ما انا عايز او ما انا محتاج. طبعا في الديزاين بقى انت اصلا لما تيجي تصمم حاجة حقيقية او حاجة بالابعاد بقى، تكون معاك بوكليز وقاعد تقيس بقى القطر وكل كل حاجة فيها تقيسه انت بقى بنفسك، فبالتالي مفيش مشاكل في الابعاد تمام. اعتقد ان هو ممكن خليه مثلا 200 ولا سلوم تمام. خلاص على الله، يلا بينا نكمل بقى. خلي ده كده المسافة ما بين ده وده، خليها مثلا 300، خليها مثلا 350 تمام. بقى الشكل فولي ديفايند، هطلع بده كده وهعمل فيلت هنا فيلت هنا فيلت هنا بمقدار 10، مش أي مشاكل. وبعدين هرسم دايرة هنا ودايرة هنا ودايرة هنا ودايرة هنا، وأحط إن الريليشن ما بين الدايرة دي كنترول الدايرة دي كنترول الدايرة دي إيكوال، وهعمل أدي أي بعد للدايرة، خليه مثلا 10 أو 12، مفيش أي مشاكل. والدايرة اللي في النص دي هحط لها مثلا، خليها على سبيل المثال مثلا 80 أو 85، مفيش أي مشاكل. وبعدين هطلع بره السكتش بتاعي واروح بقى للفيتشر، اعمل اكسترود للسكتش ده، نعمل احدد الاكسترود الاول وبعدين السكتش، وبعدين اروح اعمل اكسترود بمقدار 10 تمام، مفيش اي مشاكل. عملت حاجة زي دي كده، حاجة جميلة جدا. اروح بقى اعمل هيدن للسكتش ده. طبعا السكتش ده دسم شوية او دسم شويتين، فما يعني مفيش اي مشاكل لو ما جاش معاك من مرة واحدة، ده الطبيعي. المهم انت تخليك وراه واصرارك هيخليك تعمله، يعني ساعة سبحان الله، يعني ساعة ما يجي لك لحظة يأس كده من الموضوع، اعرف ان هو هيتحل قريب، يعني ما ضاقت الا لما فرجت تمام. يلا بينا نكمل. هنعمل بقى زي ما قلت لك كده في البداية خالص، أنا عايز أعمل البايب دي ودي ودي. هي عبارة عن إيه؟ والله المصمم بتاع المنتجات بيشوفها إن هي عبارة عن كيرف وماشي عليه دايرة، أو ماشي على الكيرف دايرة، ده كذلك وده كذلك وده كذلك وده كذلك، والأربع حاجات أو الأربع حاجات دومت متقاطعين مع بعض هنا تمام. فإحنا نشوف الدنيا في إيه. إحنا أولا كده مبدئيا هنعمل الاتنين دولت، ده وده، وبعدين نعمله ميرور حوالين ايه، حوالين بلين هنا، يجي لي الاثنين فيتشر دولت. فبالتالي هروح اعمل الاول المسار اللي هيمشي عليه الدايره، وبعدين اعمل الدايره وهكذا يعني. فاحنا الاول هنروح بقى ل 3 دي سكتش، ده امر كويس ما اتكلمناش عنه لسه اول مره اهوت، فهنتعامل معاه. هروح اعمل، طبعا بص، طول ما انا بستخدم امر 3 دي سكتش، ايدي على لوحة المفاتيح على زرار اسمه تاب، هتلاقيه في الاخر كده، فايدي عليه دايما. حلو، فانا اخترت امر لاين، هروح
اصحي الدايره، اقول لها صحي لي المركز بتاعك. فعلا المركز صحى، هروح من عليه وايدي على التاب لحد ما يظبط الحته اللي انا عايزها هنا. طالما العلامه الصفراء دي ظهرت يبقى انا حوالين محور او موازي لمحور اكس، او هنا موازي لمحور زد. وبعدين من تحت هروح اعمل لاين برضه، هقول لها صحي لي المركز بتاعك صحته، فهطلع موازي لمحور واي، وبعدين هروح اوصل للنقطة دي تمام. وبعدين احط الدايمنشنز بتاعتي بقى. فانا هفرض ان ده مثلا ب 150 على سبيل المثال، مثلا خليه ب 170 مفيش اي مشاكل، وده هخليه ب 140 مفيش اي مشاكل تمام. وبعدين هعمل فيلت هنا بمثلا 140، وهنا الفيلت برضو ب 140 مفيش اي مشاكل. وبعدين هعمل فيت سبلاين بقى، عشان يبقى الكيرف ده والكيرف ده والكيرف ده والكيرف ده والكيرف ده عبارة عن خط او سبلاين واحد، بحيث ان انا لما اعمل الفيتشر بتاعتي ما يطلعوليش كذا سيرفيس. فبالتالي اروح اعمل فيت سبلاين، واتفقنا لو انت الفيت سبلاين انا بالنسبه لي لان انا بستخدمه كتير فبجيبه قدامي هنا، هتروح في السيرش كوماند هتكتب فيت سبلاين، فيت سبلاين هيظهر لك، هتروح تدوس على العين وتسيب الماوس، هو الجهاز او البرنامج هيروح اوتوماتيك على الفيت سبلاين، فبالتالي انا مش عايزه. فانا هروح اضغط عليه، ولاحظ ان انا طالما ضغطت على امر وانا اصلا كنت بشغل الامر، بينهي عمل الامر التاني وبيروح لي في الامر اللي انا ضغطت عليه لاخر مرة. فاعمل ده وده ده وده وده، خليهم سبلاين واتك على كلوز سبلاين عشان ايه ما يقفلش السبلاين بتاعي، وبعدين اوكي واطلع من السكتش. بعد ما اطلع من السكتش هروح على الفيس ده واعمل دايرة، هعمل اوفيس للدايرة دي بمقدار مثلا 2 مفيش اي مشاكل تمام. او اطلع بقى من السكتش، انا كده بقى عندي سكتشين، هو السكتش الدايرة والسبلاين ده كله. فانا هروح اعمل من الفيتشر سويب، هيقول لي اختار طبعا السكتش بروفايل، هيقول لي اختار المسار اللي هيمشي على الكيرف، وهيقول لي اختار بعدها الكيرف. فبالتالي انا عملت حاجة زي دي، شوف حاجة في منتهى الجمال، في منتهى الجمال. طيب يلا بينا بقى نكمل الموضوع، هعمل نفس اللي انا عملته في الموضوع التاني. هروح اعمل الاتي، هروح اختار لاين وايدي على التاب موازي لزد، وبعدين اطلع، وبعدين اروح اختار من هنا موازي للواي، وبعدين اطلع، وبعدين احط الدايمنشنز بتاعتي 170. لو انا لاحظت هنا بص في حاجة غلط، فانا هرجع النقطة دي المفروض تكون على يعني ايه بيرز مع الدايرة دي، هي مش بيرز. فانا هرجع كده اشوف الدنيا فيها ايه، كنترول زد ده اللي انا بعمله ده كله كنترول زد. فهرجع تاني هروح هقول لها صحي لي السنتر لاين بتاعك، ومن السنتر لاين ايدي على التاب موازي لإكس أو لزد، وبعدين هروح على الدايرة أقول لها صحي لي السنتر لاين بتاعك واطلع، وبعدين اروح للنقطة دي. الدايمنشنز بقى اللي دي 170 تمام، 170 في حاجة مش مظبوطة، مفيش أي مشاكل. أنا معاك واحدة واحدة وبنمشي مع الموضوع واحدة واحدة. هعمل في ال 3D sketch هعمل عاوز ارسم لاين، الله صحي لي المركز بتاعك
خلي بالك المركز اللي فوق ها، وهروح عند دي برضو هقول لها صح هي المركز بتاعك، وهطلع موازي زد، وبعدين اروح للنقطة دي. الدايمنشنز بتاعتي خلي دي مثلا 170 برضو، مش عارف في ايه. طيب مفيش اي مشاكل، ارجع تاني ارجع تاني. النقطة دي اقول لها زد زد، وبعدين هرسم لاين تاني ولا صحيح للمركز بتاعك، اطلع موازي الواي، وبعدين اروح للنقطة كده تهالي هتبقى تمام. ايوه كده تمام ظبطت معايا 170. بصوا يا جماعة الفكرة في ايه، انا يعني عادي ممكن الامر ما يجيش معايا مرة واحدة تمام، فبالتالي انا احاول مع مقياس، يعني الموضوع مش هيجي معاك اصلا مرة واحدة، لازم هيغلبك. يعني هروح اعمل بقى الفيلت هنا وهنا بالمقادير 140 تمام مفيش مشاكل، واروح اعمل فيت سبلاين الكيرف ده والكيرف ده والكيرف ده وده وده، ما انساش كل سبلاين اشتري العلامة الصح اللي عليها، وبعدين اعمل اوكي. هروح بقى انا للسويب الاولاني، هروح اقول له هات لي السكتش بدل ما اعمل سكتش تاني، واروح على الفيتشر سويب واختار ده وبعدين ده، مفيش اي مشاكل. تمام انا حصل معايا حاجة زي دي كده تمام، هروح بقى على السكتش ده واخفيه مفيش اي مشاكل. تمام طيب دلوقتي انا عايزك تركز معايا جدا جدا، انا عندي في السوليد بوديز ديت دي حاجة مهمة دي، لاي انا بعمل صيغة في اول فيديو قلت لك ان انا اصلا بسعى في البرنامج ان انا اعمل صيغة معينة عشان استخدمها في على الماكينات السي ان سي او الى اخره، احنا اتكلمنا في فيديو كامل على الموضوع ده. لكن انا دلوقتي عندي 3 بارتات، عندي واحد اللي هو ده، 2 3 تمام، فانا في الاخر خالص عايز اخليهم سوليد بارت واحد فقط تمام. فانا الاول كده هعمل ميرور للاثنين دولت حوالين ايه، حوالين هعمل الاول بلين بلين هنا كده، بحيث ان انا اعمل ميرور للفيتشر دي والفيتشر دي حوالينه، فبالتالي هروح اعمل بلين من قائمة فيتشر ريفرنس بلين ريفرنس بلين ماشي موازي للرايت تمام. بص اللي انا عملته دوت اللي انا كنت بشوف هل في بلين ممكن اعمل له منه موازي على طول، بس انا عاوز بقى اجيبها في النص بالظبط، فبالتالي هروح اعمل ايه، هروح على الفرونت واعمل سكتش وهرسم خط كده، خط من هنا ومن هنا، وبعدين خط تاني كده، وهعمل بلين، اروح بقى اعمل بلين من الفيتشر ريفرنس جيومتري بلين، ها يمر بده ويوازيه. لا بص ثواني اعمل ديليت، هيمر بالخط ده ويوازي للرايت، خليها يوازي مش ايه مش عمود تمام. انا كده عملت البلين، هروح بقى اخفي السكتش ده وبعدين هرسم على البلين. لا مش هرسم عليه بقى، انا اصلا هستخدمه عشان اعمل حواليه ميرور. هروح بقى للميرور بتاعتي من الفيتشر، هروح عندي امر ميرور، هروح اختار الفيس وبعدين الميرور الفيتشر ميرور، هلا في الفيتشر ميرور لا بادي ولا فيس ها فيتشر ميرور، اختار ده وده واعمل حواليه، شوف طلع لي البارت حاجة بالمنظر ده كده، هخفي البلين ده حاجة جميلة جدا. الحتة بقى اللي انا كنت بكلمك عليها هي انا عندي في خانة السوليد بادي عندي 3 حاجات، انا عايزهم يبقوا حاجة واحدة بس عشان احصل على برضو واحد بس تمام. فانا هعمل ايه،
هروح اعمل كومباين من دايركت اديتنج، من قائمة دايركت اديتنج اروح اعمل كومباين اد لازم أن تكون معلم عليها، واختار الحاجات اللي انا عايز امزجها مع بعضها، ده وده وده، مفيش اي مشاكل. كده بقى عندي سوليد بودي واحد بس، اهو مكتوب هنا واحد بس، تمام. هروح بقى امر شيل من قائمة فيتشر، شيل للسطح ده وللسطح ده وده 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 بمقدار 1 مللي، تمام. شوف الحلاوة، شوف الحلاوة اللي انا حصلت عليها، حاجة في منتهى الجمال، تمام. كده التوتوريال دي حصلت عليها. لو لاحظنا بقى في شوية فليتس هنعملها، في فليتات دي شوية فليتس هنعملها، فاللي هو ايه، تعالى معايا نعمل الفليتس. هروح اعمل فيلت هنا، خليها بقى بمقدار 1 مللي بس، خليها 2 مللي، وهنا 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 وهنا، تمام. وهعمل فيلت هنا بمقدار، خليها 5 مثلا، وهنا بمقدار 5، وهنا بمقدار 5، وهنا كذلك برضو 5، تمام. كليك يمين بيقول اوكي للامر بدل ما اروح بالماوس هناك ده كله، فاهم. فانا عملت البارت ده كده، حاجة بمنتهى الجمال. تقدر انت دلوقتي تعمل حاجة زي دي كده. انا كنت كلمتك في بداية الفيديو، قلت لك ان انا عملت الصورة دي ببرنامج ريندر. انا عاملها فعلا ببرنامج ريندر، بس مش برندر، ببرنامج سوليد ووركس، لكن انا في برنامج للريندر اسمه كي شوت، ده انا برندر بيه ومعظم الناس شغالين بيه، هو برنامج كويس جدا. طب انا عاوز اجاوب بقى على سؤال، انا ليه ما برندرش بالسوليد ووركس؟ لان السوليد ووركس هو برنامج عايز امكاني، يعني عايز لاب امكانياته جامدة جدا يعني، وكمان ممكن ترندر بالسوليد ووركس تقعد يومين ترندر في حاجه زي دي. فانا عن نفسي رندرت وطلعت صوره بالكي شوت يعني عامله زي دي كده، يعني في ظرف مثلا ايه نص ساعه مثلا او حاجه. فبالتالي السوليد ووركس مش كويس في الرندر، مع ان ده من عمل السوليد ووركس اصلا، بس انا شايفه صراحه مش كويس في الرندر. عملت بارت زي ده، بص البارت زي ده اكيد مش يعني مش هيجي معاك من مرة واحدة، حاول فيه، حاول تعمل البارت بنفسك اكتر من مرة. لو في حاجة وقفت معاك في الفيديو اتفرج عليه تاني وتالت، مفيش اي مشاكل. والطبيعي ان انت ما تعملش بارت زي ده من اول مرة، البارت فيه اوامر حلوة وادفانسد، اتعلمنا امر سويب، وتعلمنا امر فيت سبلاين واكسترود، واتعلمنا دخلنا في 3 دي سكتش واتكلمنا عنه، واعتقد ان التوتوريال يعني ممكن نقول ان هي متوسطة، لا صعبة ولا سهلة، هي عاوزة بس ايه تعرف الامر بيستخدم ازاي والكلام ده كله. واهم حاجة في الاخر انك تخلي البارت بتاعك كله هو عبارة عن سوليد بادي واحد فقط لا غير، تمام. لو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بالشير واللايك والسبسكرايب، وإن شاء الله معاكم في فيديوهات وتوتوريالز أكتر من كده بإذن الله. يا ريت تدعمونا بالشير واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.